Hello everyone, inshallah tkunu bkhir. Nyuma ghadi ndiru revision clauses kamlin, ghanshufu adjective clauses o adverb clauses o noun clauses. Ghanshufuhom kamlin w gharajouhom kamlin bnisba lnas li baqi kitlfu lihom w baqi ma kayarfouch yfarqou ma binatoum. Mhem hada ghir video li ghanhawlou fi nbsto lomour chwiya bnisba lnas li baqi ndhom mushkil, amma alvidewat li mqbel rahom kafiyin. Anyway, غادي نبداو ان شاء الله الدرس ديالنا اليوم. في هذا الفيديو غنشوف واحد انتروداكشن، نشوف واحد التعريف الادفيرب كلوزز، ادجكتيف كلوزز والنون كلوزز، غنعرفوا كل واحد فيهم شنو الوظيفه ديالو، ومن بعد غنشوفوا الديفرنسز، غنشوفوا الفرق، نبقاو نلاحظوا الفرق، نحط لكم بزاف ديال الاكزامبلز، نشوفوا الفرق ما بيناتهم وشنو الخصائص اللي كيختصوا بهم واللي كيختلفوا بهم على الكلوزز الاخرين. وغنشوفوا شويه ديال الاكزرسايزز وغنخلي لكم واحد تيست، واحد البي دي اف غيكون فيه التمارين باش انكم تختبروا راسكم، تشوفوا واش فهمتوا الكلوزز، واش وليتوا تقدروا تفرقوا ما بيناتهم اولا لا. سو ليتس جيت ستارتد. دابا غنديروا الانتروداكشن، غنشوفوا شنو هما النون كلوزز والادجكتيف كلوز والادفيرب كلوز. غنبداو بمستر ادجكتيف كلوز. بالنسبه للادجكتيف كلوز او لا رولاتيف كلوزز، ادجكتيف كلوزز موديفاي ان نون او برونون. مستر ادجكتيف كلوز هو مختص في واحد الحاجه، انه يدير يعرف لينا واحد النون او لا واحد البرونون. وبالنسبه للادجكتيف كلوزز كيغلب عليهم الرولاتيف برونونز اللي هما هو، هوم، هوز، ذات، which. وداكشي علاش كيسموهم relative clause، يعني ممكن نسموهم adjective clause او لا relative clause، عندهم جوج سميات لانهم كيغلب عليهم relative pronouns. وبطبيعة الحال ممكن حتى نلقاو معاهم when و where و why، حتى هما نقدروا نلقاوهم معاهم. نشوفوا مثلا واحد مثال هنا، غنشوفوا واحد السنتنس اللي بسيطة هنا. this tree is pink، هادي غير سنتنس، this tree is pink، اذا هنا كنصوا بان هاد tree pink. اوكي، غنحاولوا نحولوها للكلوز، نحولوها للادجكتيف كلوز. the tree which is pink is my favorite one. كما كتشوفوا هنا جات هاد الكلوز باش تعرف لنا اش من تري كنهضروا عليها، اولا باش تعطينا واحد اكستراكت انفورميشن. هنا جات الكلوز وقالت لنا بان the tree اللي كنهضروا عليها هي which is pink، ديك التري اللي ورديه، و عطاتنا حتى واحد الاكستراكت انفورميشن. كما كتشوفوا هنا عندنا واحد الاكستراكت انفورميشن از ماي فيفوريت وان، ولكن حنا كنركزوا غير على هاد الكلوز. هادي الكلوز هنا كما كتشوفوا جات باش تعرف ليا هاد ذا تري، باش تعرف ليا اش من تري كنهضروا عليها بالضبط، اولا باش انها تعرف ليا واحد البرونون. كما كتشوفوا هنا عندنا دوز اللي هو برونون، دوز هو دو نوت كومبلين اور نيفر بيتشيب. كما كتشوفوا هنا جات هاد الكلوز هادي باش تعرف لينا هاد البرونون. اذا مستر ادجكتيف كلوز مختص في جوج ديال، مختص في واحد الحاجه اللي هي انه يعرف لينا واحد النون او لا واحد البرونون. هذه هي الخاصيه ديالو، هذا هو الخدمه ديال مستر ادجكتيف كلوز، كيعرف لنا واحد النون او لا واحد البرونون. اوكي، ندوزو دابا لمستر ادفيربيال كلوز. بالنسبه لمستر ادفيربيال كلوز، adverbial clauses modify a verb, an adjective, another adverb. بالنسبه لمستر adverbial clause كيجي باش يعرف لنا واحد الفعل او لا واحد الادجكتيف او لا واحد another adverb، باش يقول لنا مثلا داك الفعل امتى ترى، علاش ترى، الكيفيه باش ترى، اوكي، او لا الكونديشن باش يترى. انوي غنشوفوا واحد الامثله هنا، مثلا في هذا المثال keep hitting the ground hourly، هاد hourly هادي adverb. انا بغيت نردها، نرد هاد السنتنس، نردها كلوز، نردها adverbial كلوز. غادي نقول keep hitting the gong until I tell you to stop. اذا هاد until I tell you to stop هي بحالها بحال hourly، يعني عوضنا بها hourly. انا شديت هاد السنتنس ورديتها كلوز، كما كتعرفوا الكلوز كتكون طويله بزاف.
اذا كما كتشوفوا هنا هاد الكلوز هادي جات باش تعرف لنا هاد الفعل هذا اوكي جات باش تقول لنا بان هاد الشخص هذا يعني هاد الفعل غيبقى مستمر جات باش تقول لنا بان هاد الفعل غيبقى مستمر until I tell you to stop هنا جات باش تقول لنا يعني امتى هاد الفعل غادي يوقف until I tell you to stop عطاتنا واحد المعلومه على هاد الفعل keep hitting the gun until I tell you to stop ومثلا في هاد المثال I don't have a bank account I don't have because I don't know my mother's maiden name اذا كما كتشوفوا هنا جات هاد الكلوز باش تقول لنا علاش هاد الشخص يعني اولا علاش هاد الفعل ما طرش علاش don't have a bank because I don't know my mother's maiden name اذا هنا جات الكلوز باش تقول لنا علاش هاد الفعل ما وقعش اولا وقع اوكي اذا خلاصه القول ان الادفيرب كلوز كتجي باش تعرف لنا واحد الفعل اولا واحد الادجكتيف اولا واحد انذر ادفيرب اوكي اذا غتبقى لنا دابا النون كلوز دابا اللي مراجع مزيان adjective clauses ومراجع مزيان adverb clauses راهم كافيين ما غاديش يبقاو يتلفوا ليهم مع النون كلوزز يعني الا رجعتوا هاد جوج راهم كافيين بمعنى انه الا نتوما عارفين اولا نتا اولا انت عارفين بانه بان adjective clause مختصه في تعريف النون اولا البرونون وعارفه اولا عارف بان الادفيربيال كلوزز مختصين في تعريف الفيرب والادجكتيف وانذر ادفيرب فغيكون سهل عليك باش انك تعرف النون كلوز بمعنى مثلا الا حطوا لك واحد الكلوز غادي تشوف الا فيها الخصائص ديال الادجكتيف كلوز كتعرف ان واحد النون او واحد البرونون اذا راها ادجكتيف كلوز الا فيها الخصائص ديال الادفيرب كلوز يعني كتعرف ان واحد الفعل او لا واحد الادجكتيف او لا انذر ادفيرب اذا راها ادفيربيال كلوز ولا ديك الكلوز ما فيها لا خصائص ديال الادجكتيف كلوز ولا خصائص ديال الادفيرب كلوز اذا مباشره راها نون كلوز ببساطه داكشي علاش الا رجعتو غير الادجكتيف كلوز مزيان ورجعتو الادفيربيال كلوز مزيان فما غاديش يبقى عندكم مشكل مع النون كلوزز اوكي نشوفوا دابا مستر نون كلوز Noun clauses function as a noun in a sentence إذا كتلعب واحد الدور ديال noun in a sentence مثلا بلاصة ما نقول I don't know you هاد you نقدر نقول I don't know who you are كما كتشوفوا هاد you ولا ثلاثة ديال الكلمات بلاصة you قلنا who you are I don't know who you are عندنا واحد مثال آخر Some people believe in whatever organized religion tells them كما كتشوفوا اذا كما قلت لكم ما تركزوش على النون كلوزز يكفي انكم تراجعوا الادجكتيف كلوزز مزيان والادفيرب كلوزز مزيان ولا شفت واحد الكلوز متوفر فيها الخصائص ديال النون ديال الادجكتيف كلوز يعني كتعرف ان واحد النون واحد البرونون راه ادجكتيف كلوز الا شفتوها كتعرف ان واحد الفعل واحد الادجكتيف واحد انذر ادفيرب راه ادفيربيال كلوز الا شفتوها ما كتختص بحتى شي خصائص من خصائص ديال الادجكتيف كلوز وما فيهاش حتى شي خاصيه من خصائص ديال الادفيرب كلوز راه النون كلوز مباشره يعني بسيطه بهذه الطريقه باش غادي ان شاء الله تقدروا غتولي ان شاء الله سهل عليكم باش انكم ما يبقاوش يتلفوا لكم الكلوزز نتوما غير رجعوا غير جوج فيهم بعدا باش ان شاء الله داك النوع الثالث اللي هو النون كلوزز غيولي سهل اوكي دابا ندوزو ندير واحد مور براكتيس كلوزز ديفرنسز دابا هادشي اللي درنا دابا كان غير واحد المقدمه عرفنا كل كلوز والخصائص ديالها نبداو دابا بالادجكتيف كلوز كما كتشوفوا هنا students who are intelligent get good grades كما كتشوفوا هنا جات الكلوز باش تعرف لينا هاد النون هذا اللي هو students جات هاد الكلوز باش تقول لينا بان باش تعرف لنا اش من students كنهضروا عليهم students who are intelligent كما كتشوفوا هنا عندنا النون عندنا الكلوز جات باش تعرف لينا اش من باش تعرف لنا هاد النون اولا اش من students كنهضروا عليهم وكما كتلاحظوا بانه كاين عندنا واحد ريلاتيف برونون اللي كتختص به واللي كيغلب يعني على الادجكتيف كلوزز نشوفوا هذا المثال الثاني جراندبا ريمبرز ذا اول دايز وين ذير واز نو تيليفيجن اذا اش من اول دايز كنهضروا عليهم وين ذير واز نو تيليفيجن هنا جات هاد الكلوز باش تقول لنا اش من اول او لا اش من دايز كنهضروا عليهم بالضبط ذا دايز when there was no television okay نشوفوا المثال الثاني she is the woman about هنا عندنا واحد preposition
She is the woman about whom I told you. اش من woman بالضبط whom I told you. اذا جات هاد الكلوز باش تقول لنا اش من woman بالضبط كنهضروا عليها. وكما كتلاحظوا كذلك انه عندنا واحد الريلاتيف بروناو اللي هو whom. نشوفوا المثال الرابع. I know someone. كما كتشوفوا هنا someone اللي هو pronoun وقلنا adjective clause كتجي باش تعرف لنا واحد noun او واحد pronoun. I know someone whose father served in World War 2. اش من someone whose father served in World War 2. كما كتشوفوا هاد clause كتعطينا واحد المعلومات على هاد الشخص هذا على هاد someone هذا شكون هو. Whose father served in World 2 جات باش تقولنا بان راه الاب ديال هذا الشخص هذا راه باقي عايش لحد الان مثلا يعني شارك في الحرب العالميه الثانيه وباقي عايش لحد الان. اوكي جات باش تعطينا باش تعرف لنا هذا البروناون ولا باش تعطينا واحد المعلومات اضافيه على هذا البروناون. نشوفوا المثال الخامس. بيتزا عندنا فصيله اللي مراجع بطبيعة الحال الفيديوهات اللي قبل غادي يعرف بان هادي سميتها non defining adjective clause. anyway عندنا هنا بيتزا now. بيتزا which most people love is not very healthy. اذا هنا جات الكلوز باش تقول لنا اش من بيتزا كنهضروا عليها بالضبط. اوكي بيتزا which most people love. اوكي نشوفوا دابا الخلاصه ديال هادشي اللي فهمنا من هاد الامثله كاملين. الخلاصة هو ان الادجكتيف كلوز كتجي باش توصف لنا او لا باش تعرف لنا او تعطينا اكسترا انفورميشن على واحد النون او لا واحد البروناون زائد انه كيغلب عليها الريلاتيف بروناونز. اوكي وبطبيعة الحال ممكن نلقاو معها وين وير ولكن كيغلبوا عليها بزاف الريلاتيف بروناونز زائد انه فيها كما دابا هاد المعلومه هادي واخا صغيره كنت كما واخا هكاك غتنفع مثلا شي واحد ما مراجعش الكلوز مزيان الا شاف مثلا واحد الكلوز فيها كما غيفكر في جوج حالات يا اما غتكون ادجكتيف كلوز يا اما غتكون ادفيرب كلوز لان النون كلوز ما فيهاش كما نهائيا ما كيجيش معها كماز. اوكي اذا هاد المعلومه واخا صغيره غادي تفيد يعني غادي تختصر عليك واحد الوقت فاش غادي تفكر واش هادي النون كلوز واش ادفيربيال كلوز واش ادجكتيف كلوز. اذا ما شفتي كما غيبقاو عندك جوج احتمالات يا اما غادي تكون ادجكتيف كلوز يا اما غادي تكون ادفيرب كلوز. اذا هاد المعلومه خاص دورة راه مفيده. نشوفوا دابا الادفيرب كلوز. As soon as the man saw the dog he ran away. As soon as the man saw the dog he ran away. اذا هاد الفعل هذا هاد الكلوز جات باش تعرف لنا هاد الفعل هذا ديال ران away جات باش تعرفنا هاد الفعل ديال رانوي علاش وقع ولا امتى وقع ولا الكيفيه باش وقع. anyway المهم كتعرفنا هاد الفعل هذا بشكل عام اولا كتعطينا واحد اكستراكت انفورميشن على هاد الفعل رانوي. هاد الفعل ديال رانوي امتى وقع؟ رانوي as soon as the man saw the dog. اذا جات هاد الكلوز هنا باش تعرفنا التايم فاش وقع هاد هاد الفعل ديال رانوي. وكما كتشوفوا عندنا واحد الكونجكشن هنا as soon as وهاد الكونجكشن كتلقاهم بزاف غير في الادفيرب كلوز ما غاديش تلقاه في ادجكتيف كلوز والنون كلوزز. وهذا الشيء اللي كيميز الادفيرب كلوز ان كيجيو عند كيجيو معاها واحد الكونجكشنز اللي كيكونوا مختلفين تماما بحال ديسبايت ان سبايت اوف بحال الدو يعني حتى هما كيسهلوا علينا الماموريه باش اننا نعرفوا انها ادفيرب كلوز. كان بان اللي مراجع مزيان غير غادي يشوف هذا الكونجكشن مباشره غادي يقول راه ادفيرب كلوز بلا ما يكمل ولكن ماشي مشكل حنا نكملوا ولان حنا هنا كنشرحوا الدرس فضروري غادي خصني نشرح لكم كلشي بتدقيق. anyway كما كتشوفوا هنا عندنا رانوي جات هاد الكلوز باش تعرف لنا هاد الفعل هذا امتى وقع. رانوي as soon as the man saw the dog. نشوفوا المثال الثاني. he traveled where no one could reach him. اذا هاد ترافلد هاد الفعل ديال السفر فين سافر هاد الشخص هذا راه كاين بزاف ديال البلايص فاش يسافر. هنا جات لك نص باش تقول لنا بانه سافر وير نو وان كود ريتش هيم واحد البلاصه اللي حتى واحد ما يقدر يشوفو فيها. اوكي وين نو وان كود ريتش هيم. اذا جات هاد الكلوز باش تعرف لنا هاد الفعل هذا فين ترا. اوكي نشوفوا المثال الثالث. ذا مان واز توكين از اف. كما كتشوفوا عندنا واحد الكونجكشن ثاني اللي مميز بزاف اللي كيكون غير مع الادفيرب كلوزز. كاين اللي غادي يشوف غير هاد از اف هاد الكونجكشن غيكون كافي باش يقول لي بان هادي ادفيرب كلوز ولكن كما قلنا ماشي مشكل دائما نكملوا الجمله حتى الاخر باش نتاكدوا. The man was talking as if
هنا كيهضر على الكيفيه ديال هذا الفعل كيفاش كيطرى. As if he was the leader of the group. The man was talking as if he was the leader of the group. اذا جات هذا الكلوز باش تورينا الكيفيه باش كيطرى هذا الفعل. هذا الشخص هذا واش كان كيهضر بحال كان معصب ولا بحال كان مقلق؟ لا، كان كيهضر as if he was the leader of the group. اوكي، نشوفوا المثال الرابع. The man was sad. اذا هنا عندنا واحد الادجكتيف. The man was sad because his father passed away yesterday. علاش sad؟ علاش ما يكونش happy؟ Because his father passed away yesterday. اذا هنا جات الكلوز باش تعطينا واحد المعلومات علاش هاد الادجكتيف طرا، علاش ما يكونش happy، علاش sad بالضبط. اوكي، عندنا ثاني هاد المثال، وهذا المثال درتو هنا في هذا الاطار هذا باش ان شاء الله نشرحوه من بعد، لان كاين واحد المثال بعد الامثله في النون كلوز اللي فيهم توما اف ويقدر تلفوا لكم، ولكن بطبيعه الحال راه مختلفين بزاف، ان شاء الله نشرحوه من بعد. anyway I will only attend the party if you personally invite me. اوكي، اذا هنا جات هاد الكلوز باش تقول لنا بان هاد الشخص هذا ما غاديش يحضر الحفله الا داك الشخص اللي دار الحفله براسو دعاه للحفله. اوكي، اذا جات باش تقول لنا الكونديشن باش يطرى هذا الفعل. اوكي، عطاتنا واحد الاكسترا انفورميشن، جات الكلوز هنا باش تقول لنا بان هذا الفعل ديال اتند راه ما غاديش يطرى الا اف يو بيرسونلي انفيت مي، يعني هذا الشخص هذا ما غاديش يحضر الا داك الشخص اللي دار الحفله بنفسه دعاه للحفله. اوكي، عندنا المثال هذا الاخر. علي is very rich. ثاني واحد الادجكتيف هنا. Whereas his brother is very poor. هنا جات باش تعطينا واحد الاكستراكت انفورميشن، هنا عندنا الكونتراست كما كتشوفوا عندنا كاما، وحنا شرحنا في الدرس من قبل امتى كيكون عندنا شرحنا هاد ديال الكونتراست. اوكي، علي is very rich. علي is very rich whereas his brother is very poor. اوكي، هنا جات الكلوز باش تعطينا اكسترا انفورميشن باش تقول لنا بان علي واخا ريتش راه خوه راه فقير. اوكي، نشوفوا المثال الاخر. هي ريدز سو هارد سو ذات. اذا مره اخرى كاين اللي غيشوف غير هاد الكونجكشن غيكون كافي باش يقول لي بان ادفيرب كلوز. هي ريدز سو هارد سو ذات هي كان جرادويت توب اوف هيز كلاس. اذا هنا جات الكلوز باش تقول لنا بان الهدف من ان هذا الفعل وقع، علاش هذا الشخص هذا رجع مزيان. in order to او لا so that he can graduate top of his class. اوكي، نشوفوا الخلاصه ديال هذا الشيء اللي شفنا دابا. anyway اللي استخلصنا من هذا الشيء كامل بانه الادفيرب كلوز كتجي باش تعرف لنا واحد الفعل او واحد الادجكتيف او لا واحد النظر ادفيرب او لا باش تعطينا اكستراكت انفورميشن على داك الفعل او لا على داك الادجكتيف او لا على داك الادفيرب، زائد انه كيكون فيها كما زتهي ممكن نبقاو فيها كما. اوكي، نشوفوا دابا النون كلوزز. It does not matter where you come from. كما كتشوفوا هنا it does not matter where you come from. هنا عندنا بطبيعة الحال noun matter، ولكن هاد الكلوز ما كتعرفش لنا هاد noun كما كتشوفوا it does not matter where you come from. يعني هاد الكلوز ما جاتش باش تعطينا information على هاد noun بالضبط. اوكي، نشوفوا المثال الثاني. Where you were born is not an important criterion. هنا كاين اللي غادي يكون كاين اللي غادي يكون ما مرجعش مزيان غايقول راه هاد important كتوصف لنا هاد where you were born بانه important، ولكن حنا شنو قلنا في النون كلوز؟ قلنا بان النون هو قلنا بان الكلوز هي اللي كتوصف لنا النون، ماشي النون هو اللي كيوصف الكلوز. اوكي، كما كتشوفوا هنا في الادجكتيف كلوز عندنا واحد النون وجات الكلوز باش توصف لنا او لا تعرف لنا او لا تعطينا اكسترا انفورميشن على داك النون، ولكن هنا راه عندنا الكلوز هي اللي جات في الاول، هنا راه النون اللي كيوصف الكلوز ماشي الكلوز اللي كتوصف النون. اذا هذه ماشي ادجكتيف كلوز، ان شاء الله ما تلفش لكم على ادجكتيف كلوز، راه في ادجكتيف كلوز الكلوز هي اللي كتوصف النون ماشي النون اللي كيوصف الكلوز. اوكي، غير باش ما تلفش لكم، لان كنا عارفين شنو كيطرى في الفرد كنتخربقوا كيترمم كلشي مع ستريس. anyway نشوفوا المثال الثالث. choose a gift for whomever you want. كما كتشوفوا هنا عندنا واحد النون، ولكن هاد الكلوز ما كتوصفش هاد النون، ما قلناش مثلا choose a gift which you want. which you want، انا ديك which you want
كتعبر على لي غيفت اللي غنختار، كتعطي واحد اكسترا انفورميشن بان لي غيفت بان غنختار لي غيفت اللي بغيت انا. اوكي، ولكن هنا ما قالوش هذه العباره هذه، قالوا choose a gift for whomever you want. الا قريتو whomever you want ما كتعطيش حتى اكسترا انفورميشن على هذا النون، ما كتوصفش لك هذا النون هذا whomever you want، وما كتعرفش لك هذا النون. اوكي، اذا هذه بطبيعه الحال راه باينه اللي مراجع غير الادجكتيف كلوز مزيان ومراجع الادفيرب كلوز مزيان راه غادي يعرف يفرق ما بيناتهم وما غاديش يتلفوا ليه مع النون كلوز. اوكي، نشوفوا دابا المثال الرابع. Do you know whether Huda has passed the final test؟ كما كتشوفوا هنا اول حاجه عندنا whether، وحنا قلنا كنستعملوا whether مع yes no question. الا بغينا نحولوا yes no question للكلوز كنستعملوا معهم whether، كنظن بان هاد whether هادي كافيه باش تقول لك بان هادي نون كلوز، ان whether كتجي مع نون كلوز. اوكي، زائد كاين واحد الحاجه اخرى هنا اللي هو هاد الفعل هذا ديال نو، هاد الفعل ديال الكويستشن او الفعل ديال وندرين حتى هما كيغلبوا على النون كلوز، وهاد الطريقه ديال الكويستشن كتغلب على النون كلوز وكيكون شويه بعيد باش انك تلقاها مع الادفيرب كلوزز والادجكتيف كلوزز. الطريقه ديال السؤال يعني do you know whether Huda has passed the final، هاد الطريقه ديال السؤال حتى هي كتميز بها النون كلوزز. نشوفوا دابا هاد الشيء اللي قلت لكم من قبل، هاد المثال هذا اللي قلت لكم من قبل. عندنا هنا I will only attend the party if you personally invite me. كما كتشوفوا هنا جات كما قلنا الكلوز باش تقول لنا او لا تعرف لنا هاد الفعل. اوكي، ولكن كاين اللي غيتلف لي هذا مع هذا، غادي يشوف هاد اف وهاد اف غيتلف لي هاد الشيء، ولكن ما كاين لا شيء تلفوا لكم لان باينين. الا قريتو مزيان هنا اول حاجه غتلاحظوها اللي مرجع مزيان غلقى الفعل ديال وندر ديال وندرين، افعال ديال وندرين، وقلنا افعال ديال كويستشن ديال بحال هذا اسك نو دو يو نو، افعال ديال الكويستشن كيغلبوا على النون كلوز، يعني يقدروا يكونوا كافيين اللي مراجع مزيان غير غيشوف هاد الافعال ممكن يكونوا كافيين ليه باش انه يعرف بان هادي نون كلوز. اوكي، زائد انكم الا كملتوا وقريتوا غتلقاو بان الكلوز ما كتوصفش او لا كتعرف لنا هاد الفعل. اي وندر اف هي جات ذا تشانس تو جيت ذير، اف هي جات ذا تشانس تو جيت ذير، واش كتعطينا شي معلومه على الفعل؟ لا ما كتعطيناش شي معلومه، ما كتهضرش لنا على الفعل بالضبط، هو كتوصفوا لينا اولا كتشرحوا لينا اولا كتقول لينا علاش هذا الفعل وقع اولا كيفاش وقع اولا فين وقع. اوكي، اذا هنا هذه النون كلوز. نفس الحاجه انا كما كتشوفوا دي اسكد مي اف اي سبيك تشاينيز، كما كتشوفوا فيها واحد النوع من التساؤل وهذا الشيء كتميز به النون كلوز. نفس الحاجه في المثال، في هذا المثال دو يو نو اف اور فريندز ويل visit us soon، كما كتشوفوا عندنا ثاني واحد التساؤل هنا do you know. اوكي، دي asked me. اوكي، I wonder if، هادو بحال هاد الشكل ديال هاد الكلوزز كيكونوا هادو كيكونوا نون كلوزز، ولكن هنا ما كاينش بحال هاد الشكل ديال التساؤل وهاد الافعال ديال wondering وهاد الافعال ديال question. اوكي، نشوفوا هاد المثال الاخر I don't know who you are، كما كتشوفوا عطيني هنا واحد الفعل ديال التساؤل، ما كيعنيش بانكم ما غاديش تلقاو مع الاخرين ولكن غير نادر بزاف ولا ممكن ما تلقاوش، ولكن هادو كيغلبوا بزاف على النون كلوز، غير عقلوا على هاد الافعال هادو كيغلبوا بزاف على النون كلوز، ولكن هاد الشيء ما كيعنيش بان غير غتشوفوا الفعل غتحطوا النون كلوز. حاولوا تكملوا تقراو وتشوفوا واش الكلوز كتوصف لكم هذاك الفعل كتعرفوا او لا ما كتعرفوش. اوكي، نشوفوا المثال الاخر يو ماست سند هوميفر يو نو ا نايس ميساج، كما كتشوفوا هنا مره اخرى هوميفر يو نو واش كتعطينا شي معلومه على السند بنفسها الفعل بنفسه؟ لا، هوميفر يو نو ما كتعطيناش واحد المعلومه على الفعل نفسه، ماشي بحال مثلا هنا هي ريد سو هارد سو ذات هي كان جراتويت توب اوف هيز كلاس، سو ذات يعني كتبيع الفعل علاش هاد الفعل طرا so that he can graduate top of his class، ولكن هنا you must send whomever you know ما كيهضرش على الفعل نفسه. اوكي، كنظن بان باينه الى غير رجعتو كما قلت مره اخرى ان شاء الله نعاود اخر مره، الى غير رجعتو مزيان adjective clause و adverb clauses ما بقاش غيكون عندكم مشكل مع النون clauses. اوكي، نشوفوا دابا الخلاصه ديال هادشي اللي شرحنا دابا. النون كلوز فانكشن از النون ان سنتنس، كتلعب الدور ديال النون سنتنس، زائد انه ات كونتين وندرين اند كويستشن فيربس، ممكن هاد المعلومات تفيدكم. المهم انا هكا اللي كندير باش كنعرف النون كلوز، هاد الافعال كيعاونوني شويه باش كنعرف ان النون كلوز، زائد انه نو كاماز
النون كلوز ما كاينش كما الا شفتوا شي كلوز فيها كما راه ماشي نون كلوز عندكم شي واحد نون كلوز غتفكروا جوج احتمالات اما غتكون انتيكتيف كلوز اما غتكون ادفيرب كلوز النون كلوز ما كاينش كما اوكي سو دابا ندوزو شويه ديال اكزرسايزز كلوزز اكزرسايزز نشوفوا دابا المثال الاول I stopped believing in Santa Claus when my mother took me to see him in the department store and he asked for my autograph. اول حاجه كتلاحظوا هنا عندنا واحد الفعل believe. هنا نقرا هنا I stopped believing in Santa Claus when my mother then stopped اش stopped believing when my mother took me to see him in a department store اذا هنا هاد الكوزت باش تقول لنا هاد الفعل ديال believing امتى بدا كيطر اولا امتى وقف I stopped believing قال لك وقف انا ما بقاش كيامن بسانتا كلوز امتى ما بقاش كيامن when يعني هنا جات هاد الكلوز باش تعطينا واحد المعلومات على هاد الفعل هذا اوكي اذا هادي شنو غنسموها هادي adverbial clause نشوفوا المثال الثاني I enjoy telling people about Janet Ivanovich whose latest book was fantastic اذا اول ملاحظه كنلاحظوها عندنا واحد noun وعندنا واحد relative conjunction عفوا relative pronoun هنا اللي هو whose يعني كنظن ان هاد جوج معلومات هادو هاد النون هذا اللي كنشوفو هنا وهاد الفصيله حتى هي كاين واحد الفصيله اذا هنا كيقولنا بان ماشي النون كلوز اذا بقاو عندنا جوج احتمالات يا اما تكون ادجكتيف كلوز يا اما ادفيرب كلوز حنا غنكملو غنقراو عندنا واحد النون هنا عندنا واحد ريلاتيف كونجكشن وشكون هي النوع ديال الكلوز اللي كتختص بهاد الخصائص الادجكتيف كلوز اذا هادي ادجكتيف كلوز جات هاد الكلوز باش تعرف لينا هاد النون نشوفوا المثال الثالث as soon as اللي مراجع بطبيعه الحال غيكون كافي بالنسبه لهاد الكونجكشن ديال as soon as ولكن حنا غنكملوا وغنقراو as soon as you trust yourself you will know how to live you will know as soon as اذا كما كتشوفوا هنا جات هاد الكلوز باش تعرف لينا هاد الفعل You will know as soon as you trust yourself كما قلت بان هاد الكونجكشن كنظن كافي باش يقول لك بان هادي راها adverbial clause نشوفوا دابا المثال الرابع the store اذا اول حاجه كنلاحظوها عندنا واحد النون نستروا عليه where the new phone was being sold had a huge line of people outside it كما كتشوفوا هنا عندنا واحد الناون وجات هاد الكلوز باش تعطينا معلومات على الناون اش من ستور the store where the new phone was being sold يعني قالت لنا هنا هاد الكلوز اش من ستور بالضبط كندوي عليه اذا عرفت لنا هاد الناون اذا هادي سميتها adjective clause بطبيعة الحال وقفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا شوفوا دابا المثال الخامس you may call your husband whatever you wish مزيان حنا غنديرو راسنا ما فاهمين والو غنحاولو نسطرو على هذا النون هذا husband وغنشوفو واش الكلوز كتعرف لنا هذاك husband واش كتعطينا عليه شي معلومه husband whatever you wish ما كتعطيش معلومه ما قالتش لنا مثلا husband your husband who your for example your husband who you discovered مثلا يعني هي كتقول لنا بان كتعطينا معلومه بان راه طلقت مثلا راجلها يعني كتعطينا واحد المعلومه ولكن قرينا هنا husband whatever you wish واش كتعطينا شي معلومه على هذا الهازبند بالضبط لا واخا نكملوا نشوفوا واش كتعطينا شي معلومه على هذا الفعل اوكي you may call whatever you wish واش كدوي على الفعل بالضبط you may call when مثلا ما كدوش على الفعل بالضبط ما كتعطيش معلومه على الفعل بالضبط you may call whatever you wish
اوكي اذا هذه باينه يعني اللي مراجع مزيان ما غاديش يحتاج يدير هذا التحليل كامل هذا وهذا التدقيق كامل راه باينه بانها نون كلوز anyway. ممكن هادشي يبان صعيب ولكن مع البراكتيس كلشي غادي يكون ساهل ان شاء الله. هاد الكلوز بالضبط خاصهم البراكتيس بزاف. نشوفوا المثال السادس. You talk at me the way كنظن بان الكونجنكشن كافي فين وين نكملوا. You talk at me the way a teacher talks to a نوفتي student. ما عرفت كيفاش كتنطق هادي واش نوفتي anyway. نوفتي student anyway نستروا على الفعل هنا talk the way a teacher talks to a naughty student. كما كتشوفوا كتعرف ان هذا الفعل الكيفيه باش كيوقع كما قلت في الاول ان الكونجكشن كافي بزاف. هذا الكونجكشن باش يقول لنا بان هذه راها adverbial clause. ان شاء الله تكون الصوره كتوضح لكم شويه بشويه. نشوفوا المثال السابع. never go to a doctor whose office plants have died. اول حاجه كنلاحظوها عندنا واحد النون ومن بعد عندنا واحد ريلاتيف كونجن عفوا ريلاتيف برونون وبان هاد الكلوز جات باش تهضر لينا اولا تعطينا واحد الانفورميشن اولا تعرفنا هاد النون اي دكتور هوز اوفيس بلانتس هاف دايت. اذا جات باش تقول لنا هاد الدكتور راه هيز اوفيس بلانتس هاف دايت كتعطينا واحد المعلومه على هاد الدكتور. اذا هادي اش تكون هادي adjective clause. نشوفوا المثال الثامن. our dog eats whatever we put in his bowl. عندنا واحد الكونجكشن هنا اللي شويه هاد الكونجكشن كيغلب على واحد النوع ديال الكلوزز اللي مراجع مزيان. anyway حنا غنديرو راسنا ما فاهمينش غنسطرو على الفعل eat غنشوفوا واش هاد الكلوز كتعطينا واحد المعلومات على الفعل نفسه. our dog eats whatever we put in his bowl. واش كيدوي على الفعل eat كيفاش كيوقع مثلا كيفيه باش كياكل هاد الدوغ لا اولا فين كياكل اولا فين كيوقع هاد الفعل هذا ديال الاكل. our dog eats whatever we put in his bowl. ما كاينش واحد التعريف لهاد الفعل كيفاش مثلا our dog eats in his bowl or where مثلا يعني يعطينا واحد التعريف لهاد الفعل مثلا our dog مثلا eats as if for example eats as if he was or as if he didn't eat for a long time. Our dog for example our dog eats as if he didn't eat for a long time. ممكن نسموها adverb clause لان هذيك الساعات غتكون كتعطينا واحد المعلومه غتكون كتقول لنا واحد الكيفيه كيفاش كيوقع هذا الفعل ديال eat ولكن هذا الكلوز ما كتوريناش ما كتعطيناش حتى شي معلومه على هذا الفعل. نشوفوا واش كتعطينا شي معلومه على هذا النون our dog whatever we put in his bowl. واش كتقول لنا مثلا our dog which is black. لا ما كتعطيش معلومه على النون نفسه ان وين راه باين اللي مراجع مزيان ما غاديش يحتاج يدير هاد السطر على الفعل وهذا الشيء كامل غير انا كنحاول نشرح اكثر باش تفهموا. انوي هذه بطبيعه الحال ماشي adjective clause وماشي adverb clause اذا هذه راها noun clause. وهاد الكونجكشن كذلك كيكون مع النون كلوز كيجي مع النون كلوز بزاف وممكن انه يجي مع الكلوز الاخرين ولكن كتلقاو بزاف مع النون كلوز يعني حتى المهم كنحاول نعطيكم اي معلومه بسيطه ممكن تنفع باش انها تعاونكم في الفرق ما بين الكلوزز. نشوفوا المثال التاسع. The kids اوكي عندنا واحد النون سترو عليه هو عندنا واحد ريلاتيف برونون. The kids who were called first will have the best chance of getting a seat. اذا هنا هاد الكلوز جات باش تعطينا معلومات اولا تعرف لنا اش من كيدز كنهضروا عليهم بالضبط. اذا هذه راه باينه بانها adjective كلوز لان عندنا واحد النون وعندنا واحد ريلاتيف برونون وهاد الكلوز جات باش تعرف لنا
ولا تعطينا extract information على هاد النوم. نشوفوا المثال الأخير، المثال العاشر. The story okay no no story that واحد relative pronoun that you read was pretty funny. The story that you read was pretty funny. كان هو بأن محتاج مازال نشرح راه هادي سميتها adjective clause. ان شاء الله مع البراكتيس كل شيء غادي يكون سهل. شوفوا دابا clauses test. نشوفوا التيست اللي خليت لكم. anyway انا درت واحد البي دي اف وخليت لكم فيه واحد تيست باش انكم تختبروا راسكم وتشوفوا واش فهمتوا الكلوزز. درت لكم فيهم جميع انواع الكلوزز، تقريبا فيه 4 ديال الاكزرسايزز. درت لكم فيه كل كلوز واختبرتكم في الانواع ديال الكلوز، مثلا الادجكتيف كلوز والانواع ديالها، هذا الادفيرب كلوز والانواع ديالها، بالنسبه للبنكتويشن حتى هو، بالنسبه للجراماتيكال فانكشنز، بالنسبه ديال النون كلوزز. انوي درت كلشي داكشي اللي درنا في الفيديوهات اللي قبل كاملين، جمعتو تما في هذا البي دي اف باش تختبروا راسكم تشوفوا واش فهمتوا مزيان الكلوزز او لا. ولا لاحظتوا اي غلط بطبيعه الحال قولوها ليا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس مزيان وتكونوا استوعبتوا شويه الكلوزز وليتوا كتقدروا تفرقوا بيناتهم بطبيعه الحال غير التمارين. anyway thank you and see you later. have a nice day.